السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار المساء. مساء محمومة لإدخال حكومة البعثة الأممية، تصريحات ولقاءات وإشاعات حول قبول دخول هذه الحكومة حتى على لسان أشد الرافضين لها. ما دلالات هذه المحاولات؟ هل هي فعلا محاولات جادة لإدخال هذه الحكومة ومهما كان ثمن ذلك؟ أم أنها دليل على شدة التأزم وانسداد الأفق أمام هذه الحكومة؟ كل ذلك نناقشه مع ضيوفنا الكرام الذين سنرحب بهم، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. العاصمة الليبية طرابلس عادت لتكون محط الاهتمام من جديد والمحور الأساسي للمهتمين بالشأن السياسي الليبي، فالحديث عن موعد وصول الحكومة المقترحة من البعثة الأممية وتمكينها من مقاليد الحكم في العاصمة طرابلس ومتابعة ردود فعل الشارع الليبي وموقف الثوار من فرضها أصبح الشغل الشاغل المتابعين وحديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان حكومة الإنقاذ الوطني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، الأمر الذي أثار حفيظة ناقدي الحكومة ليعلقوا عن عجزها في السيطرة على كامل التراب الليبي. تصريحات وبيانات لقادة الثوار من الكتائب على اختلاف مسمياتها، والتي جاءت متباينة في موقفها من قبول حكومة فائز السراج على الأراضي الليبية وتحديدا في العاصمة طرابلس، خلق جدلا وانقساما كبيرين في صف الثوار، ومهد لتنفيذ سياسة كوبلر الذي عمل منذ وقت طويل بمساعدة بعض الأطراف على تحقيقها ابتداء من شق جمع الثوار، والذي أثبتت التصريحات والبيانات من خلاله نجاح مخططه. تسريب لمحتوى وثيقة نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يثبت تورط القوات الخاصة الأردنية بما يحدث في ليبيا بالتنسيق مع القوات البريطانية وعزمها على القيام بعمليات على الأراضي الليبية، بل وتثبت وجود قوات بريطانية على الأراضي الليبية منذ بداية العام الجاري، في حين تتحصل الجارة تونس على مبلغ وقدره 24 مليون دولار من بريطانيا مقابل تعزيز قواتها على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، تكالب دولي لاقتسام الأرض الليبية واقتطاع أجزائها لنهبها، وتبريرات للتدخل العسكري والتي لطالما روجت له بعض الحكومات الغربية والعربية هي ما ميزت المشهد السياسي الليبي. لعل ملف الإرهاب والحرب على داعش كانت الأبرز على طاولة الركن المظلم من التجاذبات والمخططات السياسية لحكومة الوصاية التي تسعى في تواصلها مع بعض الشخصيات في الداخل الليبي إلى خلق حالات الفوضى وصنع المختنقات التي تضغط بموجبها وتضيق من خلالها الحياة على المواطن البسيط، مصورة له حلولها كالضوء في آخر النفق. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونرحب بضيوفنا. ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ معن المبروك الناشط السياسي، وسينضم إلينا تباعا كلا من الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام وعضو اللجنة التشريعية فيه، وكذلك الأستاذ زهير إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب تونس الإرادة سينضم إلينا عبر الهاتف كذلك من تونس. نرحب بك أستاذ معن المبروك. أستاذ معن، أبدأ معك يعني حول هذه المساعي ربما المحمومة من أجل إدخال حكومة البعثة الأممية، يعني بطرق ربما وصلت إلى درجة نشر الشائعات والأكاذيب حتى على لسان الرافضين، أشد الرافضين لهذه الحكومة، يعني ما دلالات هذا بالنسبة إليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشكركم على هذه الدعوة. أخي الكريم، بالنسبة لحكومة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني والتي يعني أتت نتيجة لبرنامج الحوار الليبي الذي يعني نسقت له ودعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الشاهد من الموضوع أن بعثة الأمم المتحدة حسب ظني وحسب الشواهد والمعطيات التي يعني وضحت خلال تقريبا عام ونصف من مراحل هذا الحوار، أن البعثة الأممية اتبعت سياسة تاريخية شهيرة عند الأمم المتحدة وخاصة عند الاستعمار الإنجليزي في عصور سابقة، وهي سياسة فرق تسد، بمعنى أنهم يعني يأتون للجسم الذي يعني يريدون تنحيته بمصطلح الحوار، فيعملون على بث الشائعات فيه، يعملون على يعني
تفريق او تفريق كلمتهم وتشتيت جهودهم. ايضا الملاحظ ايضا ان البعثه الامميه تقوم بسياسه حرق المراحل، حيث نلاحظ منذ حوالي 6 أشهر فقط كنا نناقش فقط في عيوب المسوده، وهي عيوب كثيره جدا كما يقول القانونيين، مليئه بالغام عديده جدا لصالح او منحازه لطرف دون اخر. انتقلنا بعدها مباشرة إلى جدلية الحكومة، يعني بدل أن يتم تجاوزها عبر اتفاق وحل جميع الإشكاليات، تتجاوز ذلك لتتجاوزه بطريقة يعني غير مباشرة بفتح قضية أخرى. نعم، هو بالضبط هذه الطريقة يعني معتادة ومشهورة في 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 كل مراحل، خلينا نسموها مثلا الاحتراب أو الاختلاف السياسي بين فرق متعددة. فالملاحظ أن قلت لك من المسودة انتقلوا مباشرة لآلية التصويت عليها، ثم فورا عندما أحسوا أن الجسمين اللي يفترض أنهم يكونوا أساس الحوار الليبي وهما البرلمان والمؤتمر، قفزوا مباشرة للمجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي حادث عليه لغط كثير وجدل كبير، انتقلوا لتشكيل الحكومة، ومن تشكيل الحكومة الآن حصروا الشعب الليبي في دخولها إلى طرابلس أو لا، وكأن المشكلة في هذه الحكومة فقط مجرد دخولها. لا أخي الفاضل، هو ويعلم الكثير من الشعب الليبي وعامة الشعب الليبي يعلم أن كل السياسات التي تتبعها الأمم المتحدة أو ما يسمى بالمجتمع الدولي في من خلال التضييق على الشعوب، ومن خلال استعمال الحكومة العميقة، ومن خلال محاربة الناس في الغذاء والدواء، هو لفرض يعني استراتيجيات أو لفرض خطط معينة لتحجيم طرف دون الآخر. فبالتالي ينتج عن هذا كله أن كذبة أو فرية أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني هو غير صحيح، حتى أن المنزل الواحد اختلف، حتى أن المدينة الواحدة اختلفت فيها، وحتى أن كل الآن من مثلا على سبيل المثال كما ذكرت أو كما تفضلت يدعون الآن لدخول إلى طرابلس، والله دار الإفتاء أفتت، رئاسة المؤتمر قبلت. لو افترضنا جدا أنها دخلت لطرابلس وحدثت حرب، يعني نقفز مباشرة من المستفيد لنعلم من سبب هذه الحرب. المستفيد لن يكون إلا طرف واحد، وهو ما يسمى بجيش القبائل وقوات المساندة لعملية الكرامة المرابضة في على بعد كيلومترات قريبة من هنا من طرابلس. الاحتراب مهما كان داخل طرابلس هو بين فئات شاركت في عمليات فجر ليبيا، وهذا لا سمح الله لو حدثت هذه الحرب يعني حيكون وبال. نعم، ربما سنطرح أو نتطرق لموضوع السيناريوهات المحتملة فيما لو أقدموا على مثل هذه الخطوة، لكن أريد أن أطرح معك نقطة قبل ذلك، وهو أن هذه الحكومة يعني يفترض فيها أنها انبثقت عن اتفاق سياسي مفترض، يعني هل تم الالتزام حتى ما بين الأطراف التي اتفقت على هذه المسودة، مسودة الصخرات، هل تم الالتزام ببنود هذا الاتفاق، وبالتالي وصلوا فعلا إلى نقطة إقرار هذه الحكومة، وبالتالي لم يظل إلا مجرد أن هي تدخل لطرف تستلم مهامها؟ لا، هو طبعا المسودة التي يحاول المبعوث الأممي أن يمررها كإعلان دستوري ويفرضه على الشعب الليبي ليرقي فيه، يعني هو مليء بحقيقة بالعيوب التي ربما لا تحصى ولا تعد، ربما واستفاض كثير من القانونيين وكثير من الإعلاميين وكثير من النشطاء وغيره في تعديد عيوب هذا الاتفاق. والمريب في الأمر أنه لم يصحح بما فيه الكفاية، حيث على سبيل المثال هو تفاجأنا بأن هناك مسودة رابعة لم نسمع بأنها أولى وثانية وثالثة. تلك المسودة الرابعة كانت بالكامل منحازة لطرف الكرامة، ثم عندما قام فريق الحوار بمتورطي بتعديل بعض الجزئيات البسيطة التي ما زال فيها جدل كبير، فاعتبروا ذلك نصر عظيم وقالوا هيا بنا يعني لنسير في ركب هذا الاتفاق، ورغم أن العيوب التي كانوا يعددوها معنا ما زالت قائمة حتى الآن، أقصد عن بعض الشخصيات السياسية وغيرها. فالملاحظ من خلال هذا الاتفاق على سبيل المثال أن هناك اعتراف بجيش قائم، وهو بالتأكيد لن يكون إلا جيش الكرامة، حسب حتى رئيس الحكومة التوافقية الذي كنا نعتقد أنه جاء ليلم شمل الليبيين، فإذا به يذهب إلى معقل طيب. من أساء الليبيين كلهم يعني. هذا ربما الذي تتحدث عنه هو ربما هي انتقادات الأطراف الرافضة لهذا الاتفاق، أنا أتحدث عن الأطراف الموافقة والموقعة على هذا الاتفاق، هل التزمت فعلا بهذا الاتفاق؟ هل تم إقرار هذا الاتفاق مثلا في مجلس النواب؟ هل تم التعديل الدستوري يفترض فيه أن يدخل هذا الاتفاق قبل أن تستلم الحكومة يعني مهامها هذه الحكومة المزعومة؟ هو بالتأكيد لم يتم ذلك، حتى أن على سبيل المثال المبعوث الأممي السابق
قام أو في مسودة يذكر مثلا أن المجلس الأعلى للدولة ينتخب رئيسه انتخابا، فقام بتعيين شخص من نفسه، يعني هو نفسه فورا، فهذا اختراق أولي للاتفاق. أيضا قام بمخالفة بنود الاتفاق عندما يعني كان ينص على أن المجلس الرئاسي يتكون من 3 أشخاص، فهذه يتوسع حتى يصل إلى 9 أشخاص. والغريب في الأمر أنه ضم ربما حتى بعض أزلام النظام السابق وغيره، ولكنه لم يضم يعني بشكل حقيقي وواضح تيار فجليبي أو ثورة فبراير. طيب، هذه الانتهاكات الكثيرة من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق للاتفاق الذين يوقعون عليه، إلى ماذا يوحي؟ هل يمكن أن يلتزموا أن ألا يفقد هذا الثقة في هذا الاتفاق وفي الأطراف الموقعة عليه؟ هو الحقيقة يعني الثقة في أطراف عديدة شبه معدومة الآن. واضح أن هناك تيار كبير يرفض هذه المسودة وما نجعل من الحكومة، وبالتأكيد مما لا شك فيه أن هناك أيضا تيار كبير يقبلها على عدة اعتبارات، يعني وربما من أهمها هو ما ذكرناه آنفا من الضغط على الناس والتضييق عليهم في حياتهم وغيره. فتجد أن الناس يقول لك يعني أعطيني أي حل، لكن هذا الحل لو كان فعلا حلا حقيقيا لكنا كلنا يعني أيدناه. لكن المشكلة أن حتى الموافقين على هذه المسودة نفسها أو حتى القابلين بها هم يقولون أن هي مرحلة فقط للدخول لاحتراب جديد. يا أخي ما حل المشكلة من أصلها، حل المشكلة من أساسها ولن تجد أحد يعارضك. لكن عندما تجد أن مثلا نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان يرفضون هذه الحكومة، نسبة كبيرة من أعضاء المؤتمر يرفضون هذه الحكومة، تيار كبير من تيار فجر ليبيا وثوار فبراير وغيره يرفضون هذه الحكومة، أيضا الآن هناك مؤشرات للدخول في حرب لأجل فرض هذه الحكومة، هناك أيضا تصريحات حتى دولية مثلا من وزير مبعوث وزير الخارجية الأمريكي أن هذه المسودة ليست بحل، أيضا هناك دول عربية دخلت في الخط. بالتالي يا أخي يعني لنقول مثلا صراحة، هل هذه الحكومة هي قرآن منزل؟ هل هو وحي يتلى أنا ليل وأطراف النهار لكي يفرض على الليبيين وكأنه يعني نازل من الله عز وجل؟ بالتأكيد لا. فبالتالي كل دائما الحلول السياسية يجب أن يكون هناك حلول أخرى لها، فما تحصرنيش أنا في الزاوية تقولي يتقبل بدأ يتموت، يعني هذا اللي طيب يوجهون له طيب يعني عامة الشعب. طيب دعنا نشرك معنا السيد محمد مرغم عضو اللجنة التشريعية وعضو المؤتمر الوطني العام. مرحبا بك سيد محمد مرغم، نرحب بك في هذه الحلقة من حوار المساء التي نناقش فيها المساعي المحمومة في هذه الأيام بمختلف الوسائل من أجل إدخال حكومة البعثة الأممية إلى طرابلس. أنتم كيف تتابعون في المؤتمر الوطني العام يعني هذه المساعي على مختلف الأصعدة، خاصة أن وصلت إلى درجة نشر الإشاعات والأكاذيب حتى بخصوص فرار الرئيس المؤتمر الوطني العام وقبول رئيس حكومة الإنقاذ حكومة المؤتمر الوطني العام بهذه الحكومة، فكيف تتابعون يعني هذه المساعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أن يعني كأن الذي يحاول إدخال هذه الحكومة هو عدو في جبهة حرب يحارب الشعب الليبي ويرسل استراتيجيات لخداعه وخداع الثوار الذين يحرسون البلاد ويحرسون المدينة حتى يقنعهم أو حتى يوهمهم بأن لا داعي للإصرار على التمسك بشرعية المؤتمر ولا داعي لرفض حكومة الوصاية. هذه خطط استراتيجية، خطط يعني يرسمها عدو لعدو، وبالتالي يعرف الشعب الليبي هذا الأسلوب لن يقنع الناس، لن يقنع المواطن بأن هذه الحكومة ستأتي له بالخير. هي تدخل بالخداع، تدخل بخطة شبه حربية. أظن أن هذا يعني هذا مؤشر واضح على أن هذه الحكومة ليس لها مسعى وليس لها هدف لخدمة المواطن ولكن لخدمة من عينها. أنا أستغرب، أنا ما كنت أتوقع أن ليبيا يقبل أن يعينه شخص أجنبي في وظيفة سيادية داخل البلاد. أنا يعني كنت أتوقع من السيد السراج أن يقول لليون شكرا بارك الله فيك، أنا الشعب الليبي يعرف بيتي ويعرف اسمي ويعرف عائلتي وكان يبيني رئيس وزارة أو في أي منصب
كما اختارني في عضو في مجلس النواب يستطيع أن يعينني في المكان الذي يراه مناسبا. أما أن تأتي حكومة من أجنبي يعين لنا رئيس حكومة ويقبلها ليبي، هذه أنا ما كنتش أتوقع أن تحدث. طيب وصفت الطريقة التي تحاول هذه الحكومة الدخول بها إلى العاصمة طرابلس وكأنها يعني تدخل معركة، يعني كأنها خطط حربية، كيف في نفس هذا السياق يعني كيف تقرأ الإشاعات حول دخول هذه الحكومة؟ سمعنا في الليالي الماضية أنها ستدخل منذ يومين، وتفصلنا ساعات على وصول فايز السراج والمجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، ثم لا يصلون، ثم أيضا إشاعات مرة أخرى، ثم لا، يعني ما المقصد منها؟ هل هو يعني جس نبض؟ الإشاعات جزء من الحرب وتحقق في أهداف استراتيجية تكسر نفسية الخصم أو العدو حسب يعني في الحروب. واحدة من أساليب كسر نفسية الخصم وكسر إرادته هو إقناعه بأن الإشاعة التي يشيعها العدو هي حقيقة وغير قابلة للدحض، وبالتالي ممكن يسلم. هذه أمور يعني أعتقد أنها هي واضحة بالنسبة للليبيين ولا تحتاج إلى برهان. طيب ابقى معنا رجاء سيد محمد مرغم، أعود إليك أستاذ معنا في نفس السياق، يعني هل هي فعلا هذه الإشاعات تهدف إلى إقناع الليبيين أو الرأي العام بأن هذه الحكومة أمر واقع، أم أن الغرض منها هو بعد ثبات كذبها أكثر من مرة هو تفتير الثوار وجعلهم يعني في حالة من عدم الاستعداد من أجل أن تدخل بغتة فجأة هكذا ويجدوا أن الأمر قد صار أمرا واقعا؟ وأعتقد أن في كلتا الحالتين هم يشتغلون على في خطين متوازيين، تفتيت الثوار بالداخل وهو يعني استمرار لسياسات معينة تبعتها البعثة الأممية، يظهر جليا من خلال المسودة في مثلا في المادة رقم 40 و41 و42 في الترتيبات الأمنية أن لا دور للثوار إلا تسليم أسلحتهم لما سموهم بالجيش والانسحاب، وإلا التهديد بما يسمى بالتدخل الأجنبي وغيره، ولو أن ذلك الأمر يعني يطول النقاش حوله لأن هناك أيضا توازن قوة في المجتمع الدولي. وبالتأكيد لن يكون من السهل التدخل في ليبيا مرة أخرى بعد التدخل إبان ثورة 17 فبراير. لكن الغريب في الموضوع أخي الكريم أن المتشبتون بهذه الحكومة زي ما ذكرتوا أنتم في تقريركم، جريدة الجارديان وهذه يعني جريدة بريطانية مشهورة وربما مصداقيتها عالية جدا حتى في الحكومات الأجنبية وغيرها، ذكرت في تسريبات سابقة على إثرها تم تغيير المبعوث السابق للأمم المتحدة بعد فضيحة يعني بقلاقل زي ما يقولوا أخوتنا المصريين، سيد ليون كان يتعامل بشكل مباشر مع غرفة عمليات في أبوظبي والقاهرة، كان يأخذ في أوامره مباشرة من عبد الله بن زايد اللي هو وزير خارجية الإمارات. هذا الرجل وضع رئيس حكومة عضو في البرلمان، ذلك العضو قام بالتصويت ب111 صوتا على التدخل الأجنبي وضرب الثوار في طرابلس، وقام أيضا بالتصويت على حفتر وحوله من مجرم مطلوب للعدالة رئيس حكومتهم وكان وزير سابق للدفاع، مخاطب الحكومة التونسية بأن المسمى المدعو خليفة حفتر هو مطلوب عدالة ويجب القبض عليه عند زيارته لتونس بعد انقلابه على المؤتمر الوطني. المشكلة أن الشعب الليبي أو الشعوب بشكل عام حتى احنا جزء منهم الذاكرة قصيرة جدا وننسى بسرعة. يا أخي الكريم عندما تقول أن فايز السراج هو يعني رئيس لحكومة توافقية، هو في الأصل جزء من المشكلة، هو عضو في 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 جسم سياسي خاض صراعا طويل المدى مع المؤتمر الوطني، دعم عملية الكرامة التي دمرت بنغازي، الآن يقولون أن مثلا ولا يزال يدعمها، هو ولا يزال يدعمها صراحة ويسميها انتفاضة 15 أكتوبر. نعم انتفاضة 15 أكتوبر، وزير دفاعه الذي اختاره هو قائد عمليات غرفة بنغازي، ولا صحة لكل ما يروجه هؤلاء أن ثوار بنغازي راضين على هذا الرجل. يا أخي أنت المهدي البرغتي هذا شارك في الثورة وكذا، أعطيني وزير دفاع ضباط يعني الجيش الليبي مليء بالضباط الشرفاء، من السهل جدا أن نجد شخص لا يشارك في جليبة ولا كرامة ونأتي بك وزير دفاع توافقي، لكن جيب لي شخص لا زال حتى الآن يقود كتبته 204 لتدمير بنغازي وتقول لي هذا شخص توافقي، وتحاول أن تضحك على نفسك في الأول ثم تضحك على باقي الشعب الليبي ويقول هذا خلاص بيحل المشكلة، هذا مستحيل طبعا. فالشواهد عديدة جدا، يعني
تفضي يعني بأن هذه الحكومة ليست الحل الناجع للأزمة الليبية ولن تكون الحل الناجع. بحسب قراءتك يعني في محاولات لإدخال هذه الحكومة من قبل كوبلر والبعثة الأممية والمؤيدين لهذه الحكومة، هل هناك تدابير يعني من أجل إدخالها، من أجل تأمينها، من أجل يعني استقرارها، أم أن هي قفزة في المجهول وبالعربي هيك وبالليبي اللي بيصير يصير يعني؟ هو اللي بيصير يصير، هذا الواضح بصراحة، لأن لو كانت عندهم نية صادقة لترتيبات أمنية فعلية في ليبيا وحل هذه المشكلة لكانوا حاولوا ولو مجرد محاولة لإيقاف الحرب في بنغازي. الآن حفتر يقود حملة منذ أكثر من عامان، والمشكلة أن بنود المسودة التي يعني يحاولون أن يلزمون بها هي تنص في أول بند من بنود الترتيبات الأمنية على وقف شامل لإطلاق النار. أنت تدعو لوقف شامل لإطلاق النار وفي نفس الوقت تدعو لاحتراب داخل العاصمة بعد أن دمرت يعني ثاني مدينة في ليبيا. هذه الأولى. الثانية الواضح في الموضوع أن الأطراف التي شاركت في الحوار الليبي ربما قدمت وعود شفهية لأطراف أخرى. كوبلر أيضا في خروجه الأخير من الواضح جدا أنه يحاول أن يرسل برسائل طمأنة لأطراف دولية معينة أن الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد بعد أن سئم ما يسمى بالمجتمع الدولي مرة أخرى، لأنني أعتقد أن الليبيون متى صفت القلوب يعني قادرون على حل مشكلتهم بأنفسهم. لكن هذه النقطة أخيرة فقط، كوبلر يحاول يوصل رسائل أن هذا هو الحل الوحيد لمعاكسة مشروع آخر هو يلح في الأفق. طيب هل هو فعلا يا أستاذ محمد مرغم هذا هو الحل الوحيد، أم أن هناك مشروع يلوح في الأفق كما قال ضيف الآن قبل قليل تطرحونه؟ سؤال. طيب هل فعلا يعني حكومة البعثة الأممية هي الخيار الوحيد أمام الشعب الليبي وليس أمامهم خيار آخر من أجل التغيير، أم أن هناك حلول أخرى ومبادرات أخرى جادة تلوح في الأفق؟ والله هناك محاولات من دول أخرى، وربما تكون هناك وساطة إقليمية من دول ربما تكون أكثر حيادا بين الأطراف الليبية المتنازعة، الأطراف الفاعلة على الأرض. وربما في الأيام القادمة نسمع عن مبادرة يعني ربما تكون أكثر فرصتها في النجاح أكثر من المحاولات أو محاولة إبعاد المؤتمر الوطني. أنا بنقول حاجة للذين يسوقون لهذه الحكومة على أساس أنها في طرف وتحت رعاية الثوار، أو أول هدف لهذه الحكومة هو الثوار نفسهم. وإذا دخلت هذه الحكومة في ظل الاتفاق السياسي الذي يفقد فيه المؤتمر الوطني العام أي سلطة وأي شرعية لوصف أو لحماية أو من أي قانون أو تشريع أو أي وصف لهؤلاء الثوار بأنهم إرهابيين، لا يملك المؤتمر الوطني. إذا تم إقرار الاتفاق السياسي المؤتمر الوطني سيتحول إلى مجلس استشاري لا شأن له بالتشريع، وسيصدر برنامج طبرق جميع التشريعات المجرمة للثوار والمشرعنة لحفتر ولإرهاب حفتر ولانقلاب حفتر، وسيصبح الثوار هم المطلوبون للعدالة وهم هم الخارجون على القانون وسيلاحقون بالشرعية. أنا أريد أن أنبه الليبيين إلى أن إفقاد المؤتمر الوطني أو سحب الشرعية المؤتمر الوطني العام سيكون هو المسمار الأخير في نعش ثورة 17 فبراير، لأنهم سيصفون الثوار بأنهم خارجون على القانون، وستكون هناك سلطة تستطيع أن يعترف بها العالم وتستطيع أن تطلب الدعم الدولي، وسيلاحقون حتى في بيوتهم كما هددوا المعترضين على الاتفاق السياسي الذي عقد في الصخرات. لكن قد نعم مسألة مهمة جدا، وما دخول الحكومة إلا الخطوة الأولى، وسياسة التجويع وسياسة خلق الأزمات وتغيير الشارع الليبي والشارع الطرابلسي على الخصوص حتى يقنعوا الناس بضرورة دخول هذه الحكومة إلا الخطوة الأولى في هذه طيب المعارضة. لكن هذا قد يفسر كلامك هذا ووصفك بأن محاولة إبعاد المؤتمر وسحب جميع صلاحياته هو ربما المسمار الأخير في نعش 17 من فبراير، قد يفسر هذا الكلام بأنه يعني مجرد محاولة للتمسك تمسك المؤتمر الوطني العام وأعضاء المؤتمر بالسلطة وتمسكهم بالمزايا ومجرد دفاع عن امتيازاتهم فقط يعني.
امتيازات المؤتمر الوطني وأعضاء المؤتمر الوطني مضمونة في الاتفاق السياسي بوجودهم في مجلس الدولة وبحصاناتهم وبمرتباتهم العالية وبعدم مسؤوليتهم أصلا. هم مطلوب من أعضاء المؤتمر الوطني أن يوافقوا على الاتفاق السياسي وخذ كرسي وقاعمز وخذ مرتبك وخذ وهذا هو هذه هي الرشوة. وكان أشرف الشح يحذرنا من هذا. الغريبة الذي وقع الاتفاق السياسي كان يحذرنا من هذا ويقول أن قبول الاتفاق السياسي وبقاؤكم كمجلس دولة استشفائي هو رشوة لكم لكي تقبلوا بهذا الاتفاق. مجرد رشوة ونحن لا نقبل الرشوة بحمد الله. لا زال فريق من أعضاء المؤتمر الوطني لم يقبل الرشوة ولن يقبل الرشوة إن شاء الله. طيب ابقى معنا رجاء أستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام وكذلك ضيفي سيد معن المبروك الناشط السياسي. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. إذاعة تناصح المسموعة منبر لكل نصح. نزف إلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام انطلاق إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليطن والخمس ومسلهتة عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة على الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة منبر لكل ناصح. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين ونجدد الترحيب بضيوف الكرام معنا في الأستوديو السيد معن المبروك الناشط السياسي وعبر الهاتف عضو المؤتمر الوطني العام الأستاذ محمد مرغم، وينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف الأستاذ زهير إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب تونس الإرادة. وأبدأ مع في هذا الجزء مع الأستاذ زهير إسماعيل مرحبا به. مرحبا بك سيد زهير، وأسألك أنتم في تونس كيف تتابعون هذه المساعي من أجل إدخال الحكومة إلى العاصمة طرابلس، وما الذي يعني تستشعرونه من خلال هذا الأمر؟ أهلا وسهلا، تحية لك ولضيفك. بالنسبة إلينا أنطلق من مبدأ عام عندنا في الساحة السياسية في تونس ويكاد يكون عليه إجماع حقيقي، وهو أن ما يحدث في ليبيا هو شأن تونسي وليس شأن جوار، وهذا مهم جدا. هذا كان حتى على مستوى الشعبي عند اندلاع الثورتين. الأمر الثاني هو أن ما يحدث الآن في ليبيا ليس بالأمر الشاذ، هو حدث تقريبا في كل الأقطار التي مرت بها الثورة انطلاقا من تونس وصولا إلى اليمن، وهو أن من جمعتهم مطلب الحرية، من النظام ضد الاستبداد والديكتاتورية، حينما توفرت الحرية تفرقوا. فهذه مفارقة حقيقية، أن يجمعنا الاستبداد وتفرقنا الحرية، وهذا تقريبا شبه قانون عام قلت يعني يمكن أن نتبينه في كل الأقطار التي مر بها الربيع العربي. ولذلك يبدو أن من تسموا أو على الأقل نعتبرهم ثوارا قد أضاعوا هذه الفرصة، وكأن الزمن لا يشتغل لصالحهم. وأدخل هنا في الشأن الليبي، كان بالإمكان بالنسبة إلى ليبيا في إطار إعادة أو بناء الدولة
نحن كان بعض الباحثين يتندرون بالمعنى الإيجابي، إذا كان شعار بقية الثورات هو الشعب يريد إسقاط النظام في ليبيا، بناء النظام بمعنى إعادة تأسيس الدولة الديمقراطية. وكان بعض الاختصاص الأهل الاختصاص يتوقع أن الأمر هذا سيكون أسرع في ليبيا من غيرها، لكن يبدو أن الطبقة السياسية لم تتبين هذا الأمر، ويبدو أنها أضاعت فرصة. أرجو أن لا تكون أضاعت. هذا ربما بشأن بشكل عام، لكن بشكل خاص على موضوع دخول الحكومة، ألا تعتبرون يعني دخول الحكومة، حكومة البعثة الأممية والحكومة المقترحة من البعثة الأممية إلى العاصمة طرابلس، يعني بطريقة غير توافقية، بخلق إشاعات وأكاذيب حتى على لسان أشد الرافضين لهذه الحكومة، هو عامل يفقد الثقة ويزيد تأزيم المشهد، وربما يشير إلى أو ينذر ببوادر حرب في العاصمة طرابلس، ونعلم أن العاصمة ربما تحتوي على أكبر عدد من النسبة السكانية في 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 ليبيا، وحتى على نازحين من مناطق أخرى. ربما هذا، ألا ترون أن هذا ربما يهدد حتى الجارة تونس، ربما في موجات نزوح، ورأينا يعني ما يحدث لتركيا في على الحدود السورية؟ نعم، لا شك في ذلك. نحن لا ننظر إلى ليبيا على أنها حالة مفردة، ننظر إلى، وأنت ذكرت تركيا، ننظر إلى المشهد كله في إطار صراع المحاور برعاية دولية، هذا أما تقريبا يجب أن نتفق فيه حتى يمكن أن نتبادل الرأي فيما هو موجود. بالنسبة إلى الوضع الليبي، تقدير أي، وهذا أمر موضوعي، من الصعب بل مستحيل بل لا يمكن أن تفرض حلا سياسيا شروطه على الأرض غير موجودة. وهذا راه نعتبره منذ اندلاع الثورة الليبية، تدخل الناتو كان عبر الجو، ولكن لم يكن له على الأرض من يمثله سياسيا. لا أدري هل هذا الذي يحدث اليوم بعنوان دولي هو استكمال أو الصوت الثاني مما كان يحدث في ليبيا في إطار مصارعة الاستبداد، أم أن يعني المسألة هي حل دولي لكي يقع تنزيله؟ عمل مستحيل أن يقع حل سياسي دون أن يكون هناك توافق عليه ولو بالحد الأدنى. طيب، عمليا إذا كنا أمام رأيين الآن، أمام رأيين تقريبا في ليبيا، فيبدو في تقديري رغم تجاذب الرأيين، لكن الإحراجات وإكراهات السياسة قد تقود الجهتين إلى نقطة وسط لا يجوع فيها الذئب ولا أيضا يخسر. طيب، دعني أتحول إلى الأستاذ محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام، لأسأله عن يعني كيف تتابعون أنتم في المؤتمر الوطني المساعي الدولية أو المواقف الدولية بشأن هذا الموضوع، خاصة أن يعني هناك تصريحات وحتى تسريبات لصحيفة الجارديان تكشف حتى عن دخول قوات بريطانية تواجدها منذ فترة على الأراضي الليبية، وتنسيق بين القوات الخاصة الأردنية والبريطانية من أجل يعني التدخل في ليبيا. يعني كيف تتابعون التعاطي الدولي والإقليمي بخصوص هذه القضية؟ هو احنا في المؤتمر الوطني نرى، أنا وأنا شخصيا أرى أن الليبيين الآن يخوضون معركة الاستقلال الثانية حقيقة، لأن الاستبداد السابق طيلة 40 عاما الماضية كان هو الذراع أو الغطاء الذي يغطي التدخل الأجنبي تحت ستار الطاغية وتحت ستار التحرر، ثورة التحرر وثورة تحرير إفريقيا وتحرير الوطن العربي ووحدة الوطن العربي، وهو ينفذ الأجندة الأجنبية. الآن طبعا هذا كلام، الآن لما انكشف الغطاء وزيل الطاغية وجد المجتمع الدولي نفسه وجه لوجه أمام الشعب الليبي، ما عادش فيها كلام، ما عادش فيه طاغية يقدر ينفذ ويتلقى التعليمات ويتلقى الأوامر من تحت الطاغية. الآن المجتمع الدولي أو القوى الدولية تحديدا يعني والإقليمية
الآن وجها لوجه في مواجهة الشعب الليبي. والآن المعركة هل الشعب الليبي يثمر ويصمد ويتشبث بثورته ويتشبث بحريته ويتشبث في حقه في اختيار من يدير شأنه العام ومن حقه في تقرير المصير، حقه في اختيار حكومته، أم أنه يرضخ للمؤامرة الإقليمية والدولية بتعيين من يخلف الطاغي في تنفيذ المآرب وبيع المقدرات لمن يطمعوا فيها في الخارج. هذه هكذا قضيتنا الآن. إما أن الشعب الليبي أنه هو، وأنا أرى أن الشعب الليبي يستحق الحياة ويستحق الحرية، وقد دفع ثمنا باهظا في سبيل استرداد حريته وفي سبيل التخلص من عباءة الاستبداد، والآن عليه مجرد صبر. يعني الكثيرون يقولون لكم، يعني طالبتم الشعب الليبي كثيرا بالصبر، لكنكم لم تنجحوا يعني في تحقيق حتى أدنى احتياجاته أو متطلباته. يعني المواطن البسيط الآن يعاني، وأنتم ترفعون شعارات، يقولون لكم هذه الشعارات، موضوع الاستقلال وموضوع الحرية وموضوع السيادة الوطنية. هو الحقيقة نقدر احنا مسألة المعاناة اليومية التي يعانيها الشعب الليبي وأفراد والمواطنين في الشارع وفي الأسواق وفي المصارف. هذه جزء من المعاناة نشعر بها ونحس بها وتؤلمنا كثيرا، ولكن ما حيلتنا؟ يعني إما أن تموت جوعا وإما تموت ذبحا، هذه حتيرة ويعني خيارات ليس فيها ما تختار. هذه إما أن تموت غرقا أو تموت حرقا، هذه ما عندناش فيها خيار. لابد من أن الإنسان يتشبث بحقه ولا يتنازل عن حقه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. طيب. إذا أتوا إلى الطريق السوي واعترفوا بحق الشعب الليبي في اختيار من يشاء من حكامه، ولا يفرضوا عليه مجلسا معينا ولا مؤتمرا، لا نريد أن يفرضوا على الشعب الليبي المؤتمر الوطني العام، ولا نريدهم أن يفرضوا عليه حكومة، ولا نريدهم أن يفرضوا عليه مجلس نواب. يترك الأمر الشعب الليبي لكي يختار ما يشاء، والشعب الليبي كفيل. ألزم الشعب الليبي المؤتمر الوطني العام بالمضي في انتخابات مبكرة، يستطيع الشعب الليبي أن يفرض على من يتولى الأمر الآن أن يمضي في انتخابات مبكرة أو في خيارات أخرى. وهناك الكثير من المبادرات، ولعلها مبادرة لجنة 21 إحدى المبادرات التي يطالب بها فريق كبير ومحترم من الشعب الليبي. طيب. ونراه حريص على مصالح الشعب الليبي. طيب دعني أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد معن المبروك. سيد معن المبروك، استمعت إلى ضيفي الكريمين، هل فعلا معركة الشعب الليبي الآن هي معركة استقلال ثانية في مواجهة القوى الدولية كما وصفها الأستاذ محمد مرغم، وما مدى قدرته فعلا على مواجهة هذه المؤامرة؟ للأمانة أنا لا أتفق مع هذا الطرح. زي ما ذكرت حضرتك، ربما الأستاذ محمد هو يعني يستفيض فيه، لكن أن تكون معركة استقلال هي فعلا معركة استقلال ضد الاستبداد، لكن أنك أنت ستواجه العالم فهذا أمر يعني مستحيل، خلينا نقوله. مش لأنه مستحيل، لأنك أنت ما عندكش أصلا مقومات كأمة وكشعب وكعدد وكسلاح وكغيرها. إذا أراد العالم والمجتمع الدولي القوى الدولية أن تفرض عليك الوصاية، فما عليك إلا القبول بها. يعني لا، فرق كبير ما بين فرض حكومة وحرب. يعني أنت تكلمت على حرب، لكن عندما تتكلم معركة سياسية. نعم. يعني المعركة السياسية، إذن أوكي، معركة سياسية بإمكانك رفض أي مشروع زي ما كنا نتحدث فيه بإسهاب يعني، وبإمكانك استبداله أو تحويره بأمر واقع زي ما قال الأستاذ زهير من تونس، هو شروط على الأرض غير قابلة للتنفيذ. شروط هذا الاتفاق السياسي لو افترضنا أن حتى لو كان حوار ليبي، شروط تنفيذه على الأرض غير موجودة. هذا الاتفاق السياسي العيوب الموجودة فيه هو خلينا نقوله يعني ميزان الحسنات والسيئات. مثلا السيئات حترجح بشكل كبير على عموم الشعب الليبي. انت طيب اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر كذلك، يعني ما الذي يجعل كثيرين من الليبيين وحتى من النخبه السياسيه في ليبيا تتمسك بهذا الاتفاق، مع ان كما قلت يعني كثير من بنود هذا الاتفاق لم تطبق، منها وقف اطلاق النار، منها اعتماد الحكومه من قبل مجلس النواب، منها التعديل الدستوري، وكذلك حتى اقصاء الخليفه حفتر وبعض الشخصيات الجدليه. تم الغاء الماده الثامنه، والان باعتراف كوبلر يقول أن حفتر جزء من الحل أو جزء من الاتفاقية في ليبيا، ومع ذلك يتمسكون بهذه الحكومة ويريدونها أن تدخل العاصمة. كيف تفسر هذا؟ أما الشعب الليبي فإني لا ألوم عليه بصراحة.
لأن القوة الضاغطة عليه أكبر من يتحمل هذا الشعب، والذي بصراحة يعني هو أكبر وأفضل من يجازى بهذا الجزاء من قبل ما يسمى بالنخبة. أما النخبة فأني لا أعتقد أو أني أكاد أزم يعني أو أزم قاطعا أنا ما هي إلا مصالح شخصية إلا من رحم ربك. لكن الآن يعني بعد أن وضح كل شيء، كل من كانوا ينادون بهذا الاتفاق السياسي كل حججهم الآن واهية. كانوا يقولون أن حفتر خارج الصورة، واتضح جليا أن الطرف الذي نصبوه كرئيس للحكومة أو كمجلس رئاسي يعلن ببيانات واضحة وصريحة أنه يسعى لجلب الاعتراف الدولي للحكومة لدعم تيار دون آخر. أيضا يا أخي الكريم، أنت الآن موجود في صراع يعني تشريعي تنفيذي على جميع الأصعدة. عندك مثلا في من جانب عسكري عندك رئاسة أركان تابعة للمؤتمر الوطني العام، وهي أقدم من رئاسة الأركان التي استحدثها مجلس النواب المنحل والمنتهي صلاحيته. باهي هو يعني أقدم، موجود فيها ضباط وضباط جيش ويعني رئاسة أركان بحرية وجوية وغيرها. لماذا لا يتم دمج هاتين الجسمين لنخرج بمؤسسة يعني فعلا مؤسسة عسكرية وطنية تقوم بحماية الوطن؟ الشاهد من الكلام أن هذه المسودة هي ترجح كفة على الآخر. واضح جليا أن المبعوث الأممي السابق أو ما استكمله المبعوث الحالي هو منحاز بشكل كامل للكرامة. ترجح كفة على الأخرى. طيب يا أخي تنازلوا يا أخي، لماذا تتشبثون؟ يعني الحلول دائما التوافقية تحتاج إلى قدر من التنازل، حتى لو رجحت كفتهم قليلا لماذا لا تتنازلون إذا كان مسألة مجرد ترجيح؟ هو بصراحة حسب رأيي الشخصي لم ترجح كفتهم قليلا، هو وكأن الطرف الكرامة انتصر على طرف فبراير. خلينا نقولها، أنا بالنسبة لي شخصيا نشوف فيها ثورة سبتمبر وعمليتها الكرامة، ثورة فبراير وعمليتها فجر ليبيا، ذلك لا شك فيه من يعني بشواهد. إذا ليست عملية ترجيح إنما هي عملية إقصاء للطرف الآخر تماما. نعطيك أمثلة بالله معلش، أعطيني يعني دقيقة فقط. تفضل. الجسم التشريعي هو مجلس النواب لمدة عامين مجانا، يعني لمدة عام قابل للتجديد، بل ربما الآن حتى حسب المسودة يعني 24/3 تنتهي مدة لجنة الدستور. لم يتحدث عنها المبعوث الأممي ولا المؤيدين للاتفاق السياسي رغم أنها موجودة في المسودة. هذين يعني مدة مفتوحة لمجلس النواب للسيطرة على التشريع في ليبيا، ونحن نعلم العيوب التي قام بها مجلس النواب منذ الأسبوع الأول، ليس بعد عامين. فالآن رئاسة الحكومة، رئيس الحكومة هو يعني معترف بحفتر ويقول أن في طرابلس لا زال يتعامل مع الموجودين في طرابلس أنهم إرهابيون. نجول المجلس الرئاسي 9 أشخاص فيهم 5 كرامة، نسميهم بالاسم لو يعني في وقت، موجودين الآن 5 محسوبين. علي القطراني هذا محسوب على حفتر وهو يقول بملفيه أنه مبعوث من حفتر، كيف تقول لي أنت حفتر خارج ولو حولته مادة مالية؟ ما عنده مبعوث في المجلس الرئاسي، وهذا المبعوث في المجلس الرئاسي أو النائب في المجلس الرئاسي بإمكانه أن ينقض أي قرار ضد سيده الذي نصبه في هذا المكان. أيضا يعني واضح الكلام، أني لو أني نعدد الشخصيات موجودة واضحة للشعب الليبي، فتح المجبري، عمر الأسود، موسى الكوني، كل هؤلاء أيدوا عملية الكرامة بكل قوة ودفاع. نجول الحكومة 18 مسؤول أدري إذا كان موسى الكوني يعني أتحفظ على عملية الكرامة، وأنا أؤكد هذه على عودتك. طيب دعني أتحول إلى ضيفي في تونس السيد زهير اسماعيل. سيد زهير اسماعيل، يعني وفي نفس السياق يعني المواقف التونسيه والدوليه مما يجري في ليبيا، اريد ان اسالك حول زياره للامين العام للامم المتحده، ربما يوم الغد سيزور تونس، ومن اولويات هذه الزياره هي دراسه تطورات الملف الليبي. كيف تقرا يعني هذه الزياره واهم اهدافها؟ نعم، دعني ربما أشير قبل الحديث عن هذه الزيارة التي لا نعرف عنها الكثير إلا كونها تأتي في سياق هذا الذي تعيشه ليبيا هذه الأيام، أشير إلى مفارقة في الوضع الليبي. طبعا نحن نتحدث عن القوى الأممية وعن شرعية الأمم المتحدة لغير ذلك، ولكن الأمم المتحدة في القراءة السياسية لا تنفصل عن ميزان القوى الذي يحكم العالم، وميزان القوى محكوم بالمصالح الدولية الكبرى. المفارقة الكبرى في ليبيا هو عادة المصالح الدولية تحاول أن تفرق من خلال العلاقة بالأطراف السياسية وأن تجد توازنا يضمن لها مصالحها. أنا أول مرة أرى مصالح دولية تحاول أن تجمع الليبيين، أضعها بين مزدوجتين في إطار المصلحة الليبية والحفاظ على المجتمع الليبي. نحن في تونس نخشى أن تكون هناك تداعيات
كبرى، طبعا قبل ذلك تداعيات على الشعب الليبي وهو يهمنا كما تهمنا تونس. ليس فقط يعني ان الاحداث هذه لو كانت لا قدر الله اصابت الشعب الليبي ولم تصبنا سنرضى بذلك، لا ابدا، نحن شعب واحد ومصير واحد غير ذلك. لكن ضيوفي هنا، ضيوفي هنا في السيد زهير، سيد زهير اسماعيل، ضيوفي هنا لا يرون ان المجتمع الدولي حريص على المصلحه الليبيه، بل بالعكس يرون ان المجتمع الدولي يدفع باتجاه تأزيم المشهد الليبي وحتى تفجيره ربما وادخاله في صراع داخلي، وربما من دلالات ذلك دعني أشير هنا إلى رأيي، دعني أشير هنا إلى رأيي. طيب تفضل باختصار. هذه مسلمات معروفة، هذه مسلمات معروفة في عالم السياسة. نحن نقول إن المجتمع الدولي هو ميزان قوى دولي ناتج عن الحرب العالمية الثانية 1945، معروف هذا. ولكن الذي يؤلم أن أبناء الوطن بمختلف شرائحهم يمهدون لهذا التدخل، ما يسميه البعض، هنا تحدث عن التدخل وهناك قابلية للتدخل، هناك شروط وفرتها الطبقة السياسية الليبية لكي يقع هذا الأمر، لم تستغل الوقت لكي تبني بلدها ولكي تصل إلى توافقات حقيقية. حول زيارة الأمين العام ليس لي معلومات تفصيلية، ولكن الوضع الدولي يعرف طيب مركز تونس ويعرف الوضع في مصر والمغرب العربي، لان الوضع في ليبيا يمس الجزائر ويمس تونس ويمس كامل المنطقه، وتعرفون ان في قلب الازمه انتقل من الشرق الاوسط الى ليبيا، يعني نعم. الى المغرب شكرا العربي لك. وانت تعرف ايضا ان فقط بايجاز لو سمحت ان الثوره، ثوره المجال العربي هي ثوره متوسطيه، ويبدو ان في قلب يتركز والضغط على هذا هذه النواة المتوسطية تونس وليبيا والجزائر. شكرا جزيلا لك سيد زهير اسماعيل على مداخلتك معنا، عضو المكتب التنفيذي لحزب تونس الإرادة. وأتحول إلى سيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام. سيد محمد مرغم، أريد أن أسألك يعني حول إمكانياتكم وقدرتكم على التصدي لمثل هذه المحاولات، سواء كانت محاولات في نقاط رجاء، محاولات دخول البعثة الأممية، أو محاولة الخروج من الأزمة السياسية الليبية، خاصة بعد إعلان حكومة الإنقاذ الوطني لحالة الطوارئ. هو الحقيقة نحن أولا نتوكل على الله أولا وآخرا، يعني لا ما النصر إلا من عند الله. نحن علينا بإعداد كل ما يمكن والسعي بكل الاسباب التي توصلنا، اللي توصل شعبنا وبلدنا الى بر الامان، ولكن نعلم ان الخصوم تألبوا علينا، والمؤامره اكبر من يعني كبيره الحجم، ولكن الشعب الليبي في مختلف مراحل هذه الثوره استطاع ان يتجاوز كثير من المآزق، وكثير تآمروا على وحده ليبيا في 2011 وكادوا ان يفصلوا برقة عن طرابلس لولا صمود مصراتة والزاوية. الآن محاولات، والمعركة والحرب سجال، يعني كما يقولون، يعني المعركة سجال، ربما نصاب فيها شيئا ما، ولكن عندنا رجاء في هل هناك بصيص ضوء في نهاية النفق سيد محمد مرغم؟ عندنا نعم نرى في النفق الضوء المبهر ان شاء الله. عندنا مبادرات محليه، ولجنه ال21 اشتغلت واعطت تصور واضح لمرحله انتقاليه اخرى يستقر فيها الشعب الليبي وتمثل فيها كافه الاطياف ولا يستبعد فيها احد. نحن نعاني من ان الطرف الاخر يريد اخفاء طرف 17 فبراير. نحن نقبل بدخول البرلمان والبرلمان طبرق الذي حدثه المحكمه، نقبل ان يكون شريكا، لكن ان يخفي المؤتمر الوطني العام وما يمثله تيار ثوره 17 فبراير هذا لن نقبل به. شكرا لك. ونحن على يعني نحن برضانا وباختيارنا. شكرا جزيلا لك سيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام. كلمة أخيرة لك سيد معن. والله النصيحة الأخيرة لإخوة الثوار هي الأولى والأخيرة، وهم الرباط الأخير لثورة 17 فبراير. النصيحة يا إخوة أن هذا المشروع الذي يقوده المبعوث الأممي هو مشروع لإقصامكم ولإقصائكم، وربما حتى لملاحقتكم جنائيا. واللي يبي يتأكد من كلام هذا يستمع إلى آراء القانونيين، بل يقرأ
بنفسه تقرير الخبراء بالأمم المتحدة. تقرير الخبراء بالأمم المتحدة يصف كل عمليات الثوار من 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 منذ يعني انتخاب البرلمان واستلامه للسلطة ولو بشكل غير قانوني بأنها عمليات غير شرعية ضد الدولة الليبية وضد ما يسمى بالجيش الليبي. أيضا بنود المسودة مليئة جدا بالألغام الأرضية التي ستتفجر، ونسأل الله أن يحفظها من ذلك. طيب في وجوه هذه رسالة ربما توجهها للثوار، ماذا عن الضعفاء والبسطاء الذين ربما يكونون؟ والله عامة الشعب الليبي بصراحة أنا زي ما قلت وأنا فرد منهم نتألم لألمهم ونشتكي لشكواهم، لكن العدو الأول والأخير لهم هم بالدرجة الأولى دواعش الماء العام الذين يسيطرون على الذين أقفلوا النفط منذ أكثر من 3 سنوات ولم يحل حتى الآن رغم كل ما قدموه من تنازلات لهم. نعم. وبالدرجة الثانية هم المتواجدين على يعني هرم السلطة المالية في ليبيا والذين يتحكمون فيها حسب أهوائهم وهو والدافعين باتجاه هذا الاتفاق السياسي وحكومة الصخرات في نفس الوقت بهذا الشكل الانتحاري. نعم. نعم نعم، شكرا جزيلا لك سيد معن المبروك الناشط السياسي، وكذلك نجدد الشكر للأستاذ محمد مرغ عضو المؤتمر الوطني العام، والأستاذ زهير إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب تونس الإرادة كان معنا من تونس، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم دمتم في أمان الله.